يمكن زي ما بقول في البدايه يمكن معايا الدكتور طبعا شريف فؤاد المتحدث الاعلامي طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي. لكن قبل ما اروح للدكتور شريف فسريعا، اجواء مطمئنه، الحاله المعنويه مرتفعه جدا، في تركيز شديد هنا داخل معسكر فريق النادي الاهلي، وصول الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، دكتور مهند مجدي، مهندس محمد سراج الدين اعضاء مجلس الاداره، بيصلوا بالتتابع طبعا هنا لمؤازره فريق النادي الاهلي كالعاده. لكن لو بنروح طبعا للدكتور شريف فؤاد، برحب بيك طبعا دكتور في البدايه. مباراه غايه في الصعوبه، غايه في الاهميه، لكن حاله التركيز اللي احنا شايفينها يمكن الامور بالنسبه لنا ان شاء الله تصب فيها المصلحه. جمهور النادي الاهلي عليه دور كبير جدا، عايز ابدا معاك مع المباراه، كيف تراها بخبرتك الكبيره، والنادي الاهلي النهارده ممكن يحقق ايه في المباراه دي؟ انا اولا بشكرك كريم، شكرا جزيلا على وجودك وعلى تعبك وعلى يعني تعب فريق العمل، وتحياتي الامير في الاستوديو لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. يعني خليني اقول لك بروح الجمهور وبروح المشجع، هي مباراه مهمه جدا. النادي الاهلي موفر كل الامكانيات او مجلس الاداره للجهاز الفني اللي بيشتغل في حال تركيز كامل، وان شاء الله يعني الفريق يؤدي مباراه طيبه ويحقق طموح الجماهير، وتكون بدايه لعوده الحقيقه الفوز المتتالي في هذه المجموعه الصعبه او اللي يعني موقعنا فيها في حال ما يرضيش جمهور النادي الاهلي. لكن في حاله من التفاؤل خليني اقول لك، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت يعني يمكن وصل ظهرا، ان شاء الله يلتقي اللاعبين لتحفيزهم، التقى بهم ايضا اول امبارح، مجلس الاداره كله على قلب رجل واحد زي ما انت ذكرت، مهند مجدي ومحمد سراج، اضيف كمان خالد مرتجي وخالد درندلي مع حفظ الالقاب طبعا، كلهم وصلوا، الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي منتظر ايضا ان ينضم لينا، الاستاذ ابراهيم الكفراوي وطارق انديل ومحمد الجرحي، الدكتور رانيا علواني يمكن، ومحمد الضماطي لظروف السفر ربما لن يتمكنوا من الانضمام، جوهر نبيل ان شاء الله موجود. فالحقيقه انه مجلس اداره النادي الاهلي كله بيوفر الدعم المعنوي واللوجستي للفريق. جمهور الاهلي متعطش، يعني احنا الحقيقه سعداء واحنا جايين من القاهره طول الطريق بنشوف جمهور الاهلي جاي في سيارات مجمعه وفي اتوبيسات، وقفنا واتكلمنا معاهم، كان يعني كنت في نفس السياره اللي فيها الدكتور مهند مجدي والمهندس محمد سراج، وكان الكابتن عبد العزيز الشافي المدير الرياضي ايضا كنا بصحبته. الجمهور الحقيقه في رحله لطيفه جدا، سالناهم يعني اذا كانوا تعرضوا لاي مشاكل لاي مضايقات، بالعكس كانوا مبسوطين وبيغنوا. رجال الامن الحقيقه، مديريه امن اسكندريه ورجال المنطقه الشماليه العسكريه ايضا القوات المسلحه بيبذلوا جهد كبير جدا، احنا بنشكرهم الحقيقه، تعاون كامل بين النادي الاهلي وبين كل الاجهزه بحيث ان هذه المباراه تخرج بالصوره اللي تليق في ظل حضور جماهير صحيح قليل وما يرضيش طموحنا، لكن مستقبلا ان شاء الله تكون مباراتنا في القاهره وفي ظل حضور جماهيري كبير، بعد ان استوعب في تقديري الجمهور وبعض العناصر القليله الدرس والمشكله اللي حطونا فيها بعد مباراه منانا. احنا بنبدا بدايه جديده، بنراهن على جمهورنا، كلنا ثقه انه سيوفر الدعم الكامل النهارده للفريق بالتشجيع اللي دايما بيميز جمهور النادي الاهلي، الروح الرياضيه والمثل والقيم، بعيدا عن اي سجال او مهاترات او التعرض لاي جهه او شخص. فلا انا متفائل، وان شاء الله بنتمنى انه الفريق الاول النهارده يعني يفرح هذه الجماهير ويخرج بنتيجه كبيره تريحه في مباراه العوده وفي باقي مباريات المجموعه ان شاء الله. توضيح سريع ومهم لازم ناخده من حضرتك، الجمهور يمكن الناس اجتهدت شويه وقالت ان في جمهور اتخذ والشرطه بتتعامل مع الجمهور بشكل غير لائق، لكن عايزين نوضح الامر ده لانه مهم جدا لكل جمهور النادي الاهلي. خليني اكون امين معاك، على ما يبدو انه اللجان الالكترونيه والسوشيال ميديا ما زالت تلعب دور في محاوله بث الفرقه واثاره القلاقل في هذا البلد، مش بس بين اوساط جماهير النادي الاهلي وبين جهاز الشرطه. اللي حضرتك بتقوله ده وصل لنا الحقيقه واحنا في الطريق، المدهش انه كنا بنقف في كل نقطه، يعني كان حريص المهندس محمد سراج والدكتور مهند مجدي وانا معاهم وكمان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي في ان احنا كل ما نجد نقطه فيها جمهور او مكان استراحه ينزل اعضاء مجلس اداره ويتكلموا معاهم ويسالوهم اذا كانوا تعرضوا لاي مضايقات، هل معاهم تذاكر، الاجراءات الامنيه،
الكل اشاد قالوا لا احنا جايين في رحله ما فيش اي امن تعرض لينا، الناس بيتاكدوا بس ان احنا معانا التذاكر وبيساعدونا وفي معامله راقيه ومحترمه جدا من اجهزه الامن. فانا باكد لك كريم ان دي محاوله الحقيقه من بعض هواة الصيد في الماء العكر على مواقع السوشيال ميديا لاثاره المشكله واثاره فتنه، واحنا بنحذر من مثل هذه الامور وجمهور الاهلي واعي. والحقيقه لم يتم توقيف اي يعني عضو من جماهير النادي الاهلي او اي مشجع من جماهير النادي الاهلي في الطريق، بالعكس احنا لغايه ما عدينا على الاستاد وصلنا للفندق هنا مقر اقامه الفريق الاول، الحقيقه الناس في منتهى السعاده ومفيش اي مشاكل. واحنا اتكلمنا مع رجال الشرطه الحقيقه في الطريق كل تعاون وبيبذلوا جهد خرافي، وواجبنا ان احنا نساعدهم لان هم بالاساس جايين يامنونا. فلا انا باكد لك انه الجمهور في خير حال، مفيش اي تعرض لاي حد، اجهزه الامن والشرطه والقوات المسلحه بتؤدي دورها على اكمل وجه، احنا بنحييهم وبنشكرهم الحقيقه. شكرا جدا دكتور شريف، شكرا بارك لك باذن الله. شكرا.